يقول في سؤال الثالث والأخير: هل يجوز للمرأة في الغسل أن تمسح رأسها 3 مرات أو ترشه كاملا بالماء إلى فروة الرأس؟ المسح إنما هو في الوضوء، ومرة واحدة يمسح الرأس، مرة واحدة في الوضوء. أما في الاغتسال فإن الرأس يجب غسله وغمره بالماء حتى يتروى ظاهر الشعر وباطن الشعر، ولا يبقى شيء من الرأس لم يصل إليه الماء. نعم. حد الممسوح في الوضوء يا شيخ إلى أطراف الشعر؟ يعمم الرأس في بالمسح من المقدمة الرأس إلى قفاه. نعم. دون ما استرسل من شعر المرأة؟ دون ما استرسل. نعم.